في التشريع كل الأعمال والعبادات إذا انفكت عن الإمام كانت هباء منثورا، لأن الإمام هو القلب الذي ينير الأشياء ويعطيها الطاقة. هاي الحقيقة قررها الإمام الصادق عليه السلام في رواية، هاي الرواية من مهمات الروايات الواردة عن الإمام عليه السلام في محاورة مع هشام بن الحكم. هناك محاورة جرت بينه وبين عمرو بن عبيد البصري لقبه أبو مروان، هذا من شيوخ المعتزلة ولعله من كبار علماء المعتزلة، كان في البصرة. يرويها يونس بن يعقوب، قال كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، منهم حمران بن أعين ومؤمن الطاق وهشام بن سالم والطيار، وفيهم هشام بن الحكم وهو شاب، بعض يقدر 17-18 سنة كان عمره. فقال أبو عبد الله يا هشام، قال لبيك ابن رسول الله، قال ألا تخبرني كيف صنعت في عمرو بن عبيد وكيف سألته؟ عمرو بن عبيد كان حسب بعض الأخبار كان في أواخر عمره وكان شيخ علماء في البصرة من المعتزلة. قال هشام جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله إذا أمرتكم بشيء فافعلوه. هنا هذا من موارد أن الامتثال يكون خير من الأدب. فقال هشام بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك علي. بس سمع أن عمرو بن عبيد عدة فرد حلقة درسية في مسجد البصرة، وهذا معتزلي يعني عنده آراء ضالة، فخرجت إليه من الكوفة يروح للبصرة، ودخلت البصرة يوم الجمعة، كان يوم جمعة، وأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة وإذا بعمر بن عبيد عليه شملة سوداء مؤتزر بها من صوف وشملة مرتد بها والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي. هذا إما للدلالة على أن المجلس كان مزدحم بالحضور ماكو مكان، بقرينة أفرجوا لي، أو هو جلس على ركبتيه لأن يريد يسأل هذا عمرو بن عبيد ويريد يناقشه حتى يكون ظاهر باين. ثم قلت أيها العالم أنا رجل غريب، أتأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال سل. قلت ألك عين؟ قال يا بني أي شيء هذا من السؤال؟ فقلت هذه مسألتي. فقال يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء. وفي بادئ النظر واحد هالشكل يشوف الأسلوب الراقي اللي دخل فيه شلون راح يوصل إلى النتيجة. قال أجبني فيها، سحمقاء حمقاء، أجبني فيها. قال فقال لي سل. قلت ألك عين؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. قلت ألك أنف؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. قلت ألك لسان؟ قال نعم. فما تصنع به؟ قال أتكلم به. قلت ألك أذن؟ قال نعم. فما تصنع بها؟ أسمع بها الأصوات. قلت ألك يدان؟ قال نعم. فما تصنع بهما؟ قال أبطش بهما وأعرف بهما اللين من الخشن، يعني اللمس. قلت ألك رجلان؟ قال نعم. فما تصنع بهما؟ قال أنتقل بهما من مكان إلى مكان. ألك فم؟ نعم. فما تصنع به؟ أعرف به المطاعم والمشارب على اختلافها. ألك قلب؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح اللي ذكرتها، العين والإذن والفم. قلت أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال لا. قلت وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة؟ إذا أعضاءك سليمة ليش تحتاج إلى القلب؟ قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته
ردته إلى القلب فتيقن لها اليقين وأبطل الشك. إذن هنا نهم عمرو بن عبيد ما يستند إلى العقل، يستند إلى القلب. قال: فقلت فإنما أقام الله عز وجل القلب لشك الجوارح. قال: نعم. قلت: لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. هي يروح ويجي على المسألة حتى يرسخها. قال: نعم. هذا من فنون الحوار هذا. قلت: يا أبا مروان، إن الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحكم حتى جعل لها إماما، وهو القلب، يصحح لها الصحيح وينفي ما شكت فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. شنو سوى عمرو بن عبيد؟ سكت ولم يرد شيئا. قال هشام: ثم التفت إلي فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لا، لعله للتقية. فقال لي: جالسته؟ فقلت: لا. قال: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذن هو، أنت هشام بن الحكم. ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه، وما نطق حتى قمت، فضحك أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال: يا هشام، من علمك هذا؟ نان الإمام راح يفتح فرد باب لأهل المعرفة. قلت: يا ابن رسول الله، جرى على لساني، ما علمني أحد. قال: يا هشام، هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى، وفي ذلك دلالة على أن للروح الإنسانية إشراقات تفاض وتفيض منها العلوم والمعارف، وهذا أحد طرق التعليم الإلهي للعباد. هذا واحد الإشراقات في الأرواح، إلهامات وتعليم وإفاضات الله عز وجل يعلم. من كل هذا نتوصل إلى أن ولاية الإمام سارية في كل الموجودات.